السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي أولياء الأمور مع موقع نزاكر. معانا درس at the airport في المطار، ده الجزء الثالث. في جزئين شرحناهم قبل كده، أتمنى تشوفوه. Objectives of the unit، دي أهداف الوحدة، اتكلمنا عنها في الجزء الأول. Practice time. Practice time. Listen and repeat. What time is it? It's 1 o'clock. It's 2:15. So لما نقول number واحد بعينه كده، 12 مثلا، 12 بس من غير كسور، 12 واحدة اتنين تلاتة، بنقول 1 o'clock. O'clock بتيجي للساعة بالظبط. So 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock وهكذا. لكن لما بيكون فيها كسور وربع وعشرة ايا كان، تبقى 2:15, 2:10. So what time is it? It's space o'clock. نختار بقى numbers من 1 ل 12. What time is it? It's 5 o'clock. It's 8 o'clock. So لما العقرب الكبير يبقى على 12 والعقرب الصغير على اي رقم، الساعة تكون o'clock بالظبط زي ما قلنا، من 1 to 12 هي o'clock. It's 1 o'clock, 2 o'clock, whatever the number is. لما يكون العقرب الكبير على اي رقم تاني، نقوم بقراءة الرقم اللي بيكون عليه رقم الصغير اولا. يعني عندنا العقرب الصغير على 1، العقرب الكبير على مثلا 6، هتبقى كام؟ نقول 1 الاول العقرب الصغير عليه 1، وستة اللي هي ونص، so 1:30. so 1:05, 2:10, 3:15, 4:20, 25:25, 6:30, 7:35, 8:40. 9:45, 10:50, 11:55. So احنا ممكن نرسم اشكال الاطفال زي دي، اشكال الساعة، نعمل دايرة نكتب جواها الارقام ونعملها كاكسرسايز. So اول واحدة معنا بال it's 1 o'clock بالظبط، نكتب جنبيها الساعة كمان ديجيتال. It's 2:15. It's 3:30. It's 5:45. It's 3:15. It's 7:55. Practice tiny. It's 1 o'clock. It's 10 o'clock. It's 2:15. It's 6:45. So لما الساعة تبقى بالظبط العرب الصغير على رقم والكبير على 12، نخليها o'clock. لو العقرب الكبير على اي رقم تاني مش على 12، بنكتب الرقم بتاع العقرب الصغير الاول وبعد كده نكتب الدقايق، مش هنكتب o'clock. So الهومورك، what time is it? It's 5:30. It's 6 o'clock. It's 2:15. نعمل بقى كذا اكسرسايز كده بأرقام كتير. أتمنى يكون الفيديو سهل وعجبكم. Please like and share. السلام عليكم ورحمة الله.